الحين نتكلم على الدراسة الثالثة، والدراسة الثالثة هذه جتنا وتقول إنه التعرض للقلق ممكن يؤدي إلى تقليل نسبة إنجاب الذكور. شوفوا معنا. ذكرت دراسة طبية حديثة أجريت في جامعة كولومبيا ومستشفى بريستبتريان أن الضغط النفسي والجسدي الذي تتعرض له المرأة الحامل يقلل من فرص إنجاب أطفال ذكور ويزيد فرص الولادة المبكرة. واستندت نتائج الدراسة على نتائج فحوصات طبية على 187 امرأة حامل، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات: الأولى لحوامل يتمتعون بصحة جيدة، والثانية لسيدات يعانون من ضغوط نفسية، والثالثة يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومشكلات جسدية أخرى. وقد وجدت الدراسة أن النساء المصابات بالضغوط النفسية ينجبن ذكرين لكل ثلاث إناث، أما الإجهاد البدني فيعني ولادة 4 ذكور لكل 9 ولادات من الإناث. وقالت مؤلفة الدراسة: نحن نعلم أن الذكور أكثر عرضة للخطر في الرحم، ومن المفترض أن الإجهاد لدى هؤلاء النساء له طبيعة طويلة الأمد. فصراحة ما أعرف يعني مصداقية هالدراسة الحقيقة. يعني الحين مثلاً أنك أنت تعرض زوجتك الحامل ولا أي أحد للقلق النفسي وكذا ممكن يؤدي لولادة مبكرة، أوكي فاين، لكن إنه يجيب مثلاً أولاد أو بنات، هذه أول مرة أسمعها. يلا اللي يبغى عيال يريح زوج.